السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب دايما كلكم بخير، وكل سنة وانتم جميعا طيبين، وكل اسركم الكريمة بخير يا رب ان شاء الله. معاكم دكتورة فاطمة محمد من قسم العقاقير. ان شاء الله النهاردة بس هنقول كفيديو توضيحي كده ازاي نعمل سيرش، او ايه هي المواقع اللي انا ممكن ادخل عليها واعمل عليها سيرش تراستد، يعني حاجة تبقى انا واثقة منها، مش من اي موقع وخلاص اقدر ان انا اخد المعلومات بتاعتي عشان البحث. ان شاء الله انتوا هينزل لكم توبيك للبحث على نباتات طبية، وهيبقى مكتوب الايتمز اللي انتوا محتاجينها. فاحنا يا بنات بنبحث بحاجة اسمها keywords، تمام؟ يعني انا بشوف ايه اللي انا عايزاه بالظبط وابدا ان انا ابحث عليه بالكيوردز، لان طبعا انا لو كتبت اسم النبات لوحده كده هيظهر لي ملايين والاف الابحاث والموضوعات عن نفس عن كل نبات لوحده. فانا لازم احدد، يعني زي مثلا انا عايزه ابحث على نبات زي مثلا اسمه نبات السن اللي احنا خدناه، تمام؟ انا ممكن ابحث ب انا عايزه ابحث على السنه مثلا ليفز، فانا لازم اكتب له سنه ليفز، تمام؟ زي ما احنا كده وبنعمل سيرش، هنا هلاقي ان هو بيظهر لي حاجات كتير جدا، هيلث لاين دوت كوم، ويكيبيديا. طبعا لازم نبقى عارفين ان الويكيبيديا هو مش تراستد سايت، يعني هو مش من الحاجات اللي انا اقدر اخد منها معلومات. ليه بقى؟ لان دي موسوعه اي حد ينفع ان هو يدخل يكتب فيها داتا، ينفع ان هو يغير فيها، لكن مش دراسات وابحاث وحاجات موثوقه. فانا ما باخدش اي كلام خالص ليا من الويكيبيديا اطلاقا، طالما الموضوع اكاديميك او دي بحث علمي ما بستخدمش خالص الويكيبيديا. تمام. لو انا مثلا عايزه اتكلم على الاكتيف كونستيتوانت بتاعت السنه، يبقى انا لازم يا اما بكتب مثلا سنه اكتيف كونستيتوانت، او ان انا بكتب كلمه بلس مثلا اهو اكتيف كونستيتوانت بتاعتي. تمام، هلاقي ان هو بس هنا بيحصر لي البحث على الكيمستري بتاعته، على البيولوجيكال سورت ميديسينال يوزز ومورفولوجي، يعني هيبدا ان هو يديني الموضوعات اللي ليها علاقه بالاكتيف كونستنت اللي موجوده فيه. في الاول هلاقي هنا ان في حاجه اسمها سنه جلايكوسايت، فهيبدا ان هو يجيب لي كل الموضوعات الخاصه بالسنه جلايكوسايت. زي ما قلنا انا عندي مواقع بتبقى تراستد، يعني ينفع ان انا اخد منها المعلومات الطبيه بتاعتي صحيحه. زي ما قلنا كده، في هنا موقع اسمه باب ميد، لو احنا شايفين باب ميد. الباب ميد ده من المواقع التراستد اللي انا باخد منها معلوماتي وانا مطمنه، تمام؟ لان هي بتجيب لي ابحاث وحاجات منشوره وموجوده على اكبر الدوريات العالميه، يعني تمام. يعني ده مثلا ذا سنا دراج اند اتس كيمستري، كاتب لي هنا اسم الاوثر اللي هو اسم العالم اللي نشر البحث ده، وبعد كده هنا هلاقي ان هو كاتب لي الابستراكت ده اللي هو الجزء الاولاني من البحث او الملخص بتاع البحث، وبعد كده هلاقي تحت ان هو كاتب لي سيميلر ارتكلز، يعني في حاجات شبه اللي انت ده، هل هو ده اللي انت بتبحث عليه ولا لا، تمام؟ وهكذا. ف ده مبدئيا كده ان انا ببحث في مواقع معينه وبتبقى تراستد، اخرها هلاقي فيها دوت جافر زي دي كده، او دوت اورج او دوت كوم، يعني حاجات بتبقى ليها سبيسيفيك كده، يعني تراستد قوي. النهارده ان شاء الله او الفيديو هنا دلوقتي انا هكلمكم على كام ويب سايت ممكن ان احنا ندخل عليهم هنلاقي عليهم الحاجات التراستد اللي احنا عايزينها. اول حاجه عندي، انا عندي حاجه اسمها جوجل سكولر. جوجل سكولر هو جوجل العادي خالص، تمام؟ يعني انا هدخل كده على جوجل بتاعي وهكتب هنا كده جوجل سكولر واعمل سيرش، هيظهر لي الايه جوجل سكولر ده، ابدا ان انا ادخل عليه. مثلا انا هنا هكتب مثلا ادي سنه مثلا لي، أو نكتب مثلا glycosides، تمام؟ هبدأ أدخل هنا هلاقي أول حاجة هو هنا هو مقسم لي في الأوقات اللي أنا عايزها، لو أنا عايز أبحث بس من السنة دي في 2021، أو عايز أبحث من سنة 20، أو لو عايز أبحث من 2017، أو لو عايز أجيب له مثلا رينج معين من سنة كذا لسنة كذا، بقدر إن أنا أحدد هنا، تمام؟ برضو هنا هلاقي أول حاجة ده بيبقى اسمه إيه، العنوان بتاع الأبحاث اللي طالع عندي أو بتاعة البيبر المنشورة، بلاقي تحتها هنا ده اسم الأوثر، يعني اسم الراجل اللي هو عامل البحث ده، السنة بتاعته كان في سنة كام، 2005، الجورنال اللي اتنشر فيه، المجلة العلمية اللي اتنشر فيها. هلاقي بعد كده في حاجة هنا اسمها العلامتين دول، الاتنين كوما دول، لو ضغطت عليهم هلاقي إن هو بيقول لي citation. يعني إيه citation؟ يعني باخد الريفرنس بتاعي اللي أنا في الآخر أنا مطالبة ان انا احط ريفرنس في اخر البحث بتاعي، فهلاقي هنا الريفرنس ب
كل الريفرنس دي يا بنات هبقى اقول لكم برده ان شاء الله فيديو عليها، بيبقى ليها كرايتيريا او بيبقى ليها فورمات معينه، فكل واحد من دول نوع من انواع كتابه الريفرنس. خلاص غالبا هلاقي ناس كتير جدا بتكتب بالاي بي اي، وناس كتير جدا بتكتب بهارفرد، وناس بتكتب بفانكوفر، ايا كان. اهم حاجه عندي انا مش فارق معايا انت تكتبي باني واحد، بس اهم حاجه عندي ان طول البحث ما ينفعش تكتبي مره واحد بالاي بي اي، واحد تكتبيه بالهارفرد، واحد بالفانكوفر، لازم كلهم يبقوا موحدين، وهنيجي للموضوع ده ان شاء الله في وقته. تمام. فيبقى انا عندي اول موقع انا ممكن اشتغل عليه هو الجوجل سكولر، بيبقى عليه الحاجات تراستد. تمام. هلاقي بقى كل اللي انا عايزاه، ابدا ادور كده هلاقي اهو لاكستيف اند ذا سبيشال رول اوف السنه ديستريبيوشن اوف انثراكينين جلايكوسايدز ان كاشيا سنه السنه دراج اند اتس كيمستري وهكذا. أبدأ مجرد ان انا بدخل على البحث زي مثلا كده هتظهر لي مثلا اهو ده هي ذا سنا دراج اند اتس كيمستري، هلاقي اسامي الاوثرز والكي ووردز اللي احنا بنقول عليها يا بنات اللي هي انسترانويد فورميشن دراج كيمستري بوتانيكال كلاسيفيكيشن وهكذا. انا عندي هنا ادي الابستراكت اللي انا بعمله، وبرده انا ممكن اقول لكم ازاي لو انا عندي ابستراكت وانا عايزه اجيب الفول بيبر اقول لكم تجيبها ازاي. تمام. يبقى انا عندي اول موقع انا بدخل عليه هو الجوجل سكولر. تمام. تاني موقع بقى انا حلو جدا ومفيد معانا حاجه اسمها مايكروسوفت اكاديميك، مايكروسوفت اكاديميك زي ما احنا كاتبين كده في جوجل مايكروسوفت اكاديميك، هيظهر لي اول واحد بضغط عليه بعمل سيرش بقى على الحاجه اللي انا عايزاها زي ما احنا شايفين هنا كده بيقول لك ان هو فيه 254 مليون و196552 بابليكيشن، يعني في ناس كثيره جدا وكل البابليكيشن اللي احنا نتخيلها نلاقيها موجوده عليه. خلاص. وفي مش عارفه 26000 مؤسسه و49000 جورنال و4000 ونص كونفرنس، يعني ما شاء الله موسوعه كبيره قوي. برضو هنا لما اجي ابحث مثلا عندي نبات اسمه ميلك سيسل. تمام كده هلاقي ظاهر عندي هنا اهو السليبين والسليمارين والابلكيشن في الميديسن، وبعدين هلاقي هنا دول اسامي الناس الاوثرز اللي عملوا البتاع ده وده اللي عملوا البحث ده، وعندي اسم الايه الجورنال اللي منشور فيه البتاع. وبعد كده عشان اشوف الفول ابستراكت بضغط هنا كده وابدا ان انا اقرا كل الابستراكت بتاعي. تمام. برضو هنا هلاقي موضوع تاني اهو ميلك سيسل النيفر ديزيز باست بريزنت اند فيوتشر وهكذا. انا طبعا مش محدده عنوان معين فهو بيجيب لي كل حاجه. هلاقي هنا على الجنب هلاقي ان هو كاتب لي التوب توبكس، يعني ممكن اختار لو انا بتكلم على السيلمارين، لو عايزه في الميديسن، في الكيمستري، في الفارماكولوجي، انت بتختاري الناحيه اللي انت عايزه تبحثي عليها وتبداي ان انت تشتغلي. تمام. وهكذا. هنلاقي هنا علامتين الكوما برده اهم بنضغط عليهم كده هيجيب لي السيتيشن بتاعتي. خلاص. وهو هنا جايب لك مثلا لو هي بالام ال اي، لو هي بالاي بي اي هيقوم مغيرها لك، لو هي بالشيكاغو هيقوم مغيرها لك وهكذا. غالبا معظم الويب سايت شغاله بالاي بي اي ده، كلهم تقريبا فيهم الاي بي اي. تمام. تمام. طيب نيجي بعد كده ده الموقع الثاني اللي هو اسمه مايكروسوفت اكاديميك، جميل وسهل ومن اظرف المواقع. بعد كده عندي موقع اسمه بيز ساينتفك او بيز سيرش دوت نت، مجرد بس انت تكتبي بيز داش سيرش هو بيظهر عندك. تفتحي كده هنلاقي على البيز سيرش ده برضو ده فيه مش عارفه 518 مليون ايه برضو بابليكيشن، لا 268 الف مليون و285 الف وهكذا. فانا هنا بكتب مثلا سي مثلا هكتب مثلا سنة مثلا جلايكوسايد زي ما احنا كنا بنقول، او نكتب زي مثلا داتورا استراموني، انا ما كملتش طبعا، هو هيكملها لي اهو تشينج ان جيرمينيشن ابيليتي ديورينج مش عارفه ايه كده في سام ميديسينال بلانتس بيلونج تو سولانيسي فاميلي. تمام. هنا بقى هنلاقي زي ما احنا شايفين كده حلوين، ادي الاسم البتاع وادي الاوثر اسم البحث وادي الاوثر، وهنا بيجيب لي ديسكريبشن وهنا البابليكيشن كانت في سنه كام والمجله وهكذا. وهنا العلامه دي معناه ان هو مقفول ولا مفتوح، يعني اقدر ان انا ادخل عليه مجرد ان انا هضغط هنا كده يدخلني على البحث واقدر ان انا اقراه. مفتوح يعني البحث موجود كامل من غير ما يكون معمول له اي ريستريكشن. تمام.
شكله هو الإنترنت عندي بس ضعيف. تمام، نرجع هنا كده. وهنا مش لاقي اللي انا بقوله عليه. خلينا مثلا نقول سنة glycosides. طبعا مواضيع البحث كتيرة جدا، بس انا بحاول اقرب حاجة انتوا اصلا تكونوا خدتوها. يعني how the action of a sinusoid and related compounds on human colon and rectum، ده بحث منشور بس من وجهة نظر بقى ايه طبية شوية. وبعد كده هلاقي مثلا efficacy mutagenic of crude senna and senna glycoside in salmonella. احنا نشوف المواضيع اللي تخصنا ونبدأ ان احنا ناخد منها. تمام، هلاقي طبعا بلغات كتير، يعني في حاجة انا بحث الاقيه باللغة الصينية، في حاجات باللغة الانجليزية، في حاجات بلغات تانية وهكذا. يبقى ده تالت واحد عندي اللي هو اسمه بيز. تمام، اخر واحد بقى هنتكلم عليه، هو طبعا في كتير بس في واحد كمان هنتكلم عليه اللي هو اسمه كور. كور، تمام، اهو ده الاسم بتاعه كور. مجرد ان احنا بنكتب كور كده على جوجل بيظهر معانا، ودي العلامه بتاعته اللي هو الكور بتاع الابل كور. يعني هنا مثلا انا كاتبه سنه وكاتبه ليفز وعملت سيرش، ظهر لي هنا كيميكال كومبوزيشن اوف انديان سنه ليفز كاشيا انجستيفوليا، وبعد كده اتش بي ال سي فينجر برينت. هنلاقي هنا ان هو بيقول لي هنا على اليمين ان انا عندي الابحاث من 2001 لحد 2020. انت ممكن تغيري السنه لو انت عايزه مثلا في اخر سنتين ثلاثه، بتبداي ان انت تلعبي هنا كده. تمام، بس زي ما بقول لكم كده الانترنت عندي شكله ضعيف شويه. خلاص نرجع نعمل سيرش تاني. ماما 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 ابيا. تمام، بعد كده بلاقي هنا ان في الانجليش مثلا حوالي 1,051,000 بحث بس. تمام، والبرتغالي وبلغات كتير مختلفه. انا هنا مثلا عندي الكيميكال كومبوزيشن اوف انديان سنه، بختار عندي برضو اسامي الناس و المجله بتاعتهم، وهنا بيقول لي جيت بي دي اف. يعني انا بس مجرد ان انا بضغط على البي دي اف بيظهر عندي البي دي اف. You are not allowed to display external PDF sheet. تمام، أنا مش مسجلة على الموقع، فبالتالي حصل في عندي أنا نفسي مشكلة في الإنترنت، فعشان كده مش ظاهر. تمام يا حلوين، دول بس أهم المواقع اللي إحنا محتاجين إن إحنا ندخل عليها. زي ما إحنا اتفقنا إن أنا ما بدخلش على الويكيبيديا، أو ما بدخلش على الحاجات اللي هي بتبقى عاملة إعلانات وكده. أنا بجيب حاجاتي كلها من تراستد حاجات، يعني حاجات تبقى منشورة في مجلات عالمية ومواقع موثوقة. يعني زي ما احنا قلنا كده ان انا عندي الباب ميد، ده من الحاجات الكويسة جدا اللي انا ممكن اقدر اجيب منها حاجات كتيرة قوي. في حاجة بقى عايزين نقول عليها كمان، ان انا عندي موقع، انا ممكن طبعا ما اجيبش بس من مجرد بتاع ده احاس، ممكن اجيب من تكست بوك. في عندي موقع على الانترنت اسمه بي دي اف درايف، بي دي اف درايف بوكس. تمام، نضغط عليه كده اهو بي دي اف درايف دوت كوم. البي دي اف درايف ده بيبقى عليه تقريبا كل حاجه تتخيلوها، كل الكتب اللي انتوا تتخيلوها. احنا ان شاء الله في البحث بتاعنا الترم ده هنبقى شغالين بحاجه اسمها دبليو اتش او مونوجراف. انا هبعت لكم منه، يعني هو اكتر من كتاب، هما نسخ كتير. يعني هبعت لكم منه اول وتاني فوليوم، وانتوا بعد كده ممكن تحملوا الفوليومز اللي باقيه لو انتوا مش لاقيين النبات اللي انتوا عايزينه. هنا بقى دبليو اتش او مونوجراف اون سيليكتد ميديسينال بلانت، وهنا اوف ميديسينال بلانت. فاحنا هنختار مثلا هنا في حد عامل سيرش بالمينتا بايبريتا وبالجارليك والكركوما والسيلد ماريانم وهكذا. احنا هنكتب مثلا اللي هو اوف ميديسينال بلانتس، ده هلاقي ان هو هنا اهو كتاب الفوليوم 2، وفي هنا فوليوم 1، وفي هنا تحت فوليومز تانيين.
دول بقى احنا بنعمل لهم داونلود وبنبدا ان احنا نشتغل عليهم وندور فيهم على النباتات ان شاء الله اللي هي هتبقى نزلنا التوبيك اللي احنا هنشتغله باذن الله. زي مثلا انا فتحت ال WHO هنا اهو، هيقول لك يا اما تعمل له بريفيو يا اما تعمل له داونلود. داونلود مجرد ان هو هينزل على طول عندك على اللابتوب او على الموبايل. بريفيو نوت افيلبل فور ذيس فايل تراي تو داونلود ان سو. تمام، هنا بقى بيقول لي طبعا عشان كتاب كبير جدا هو مش هيوريهوني، هو على طول هيحمله. فانا بحمل، وبعد ما بحمل بفتح الكتاب وابدا ان انا اعمل سيرش جوه الكتاب. ان شاء الله دي حاجات كده سريعه بسيطة، وهنعمل فيديوهات تانية مع بعض هنتعلم فيها ازاي نعمل بحث جوه ال WHO مونوجراف، وايه هو ال WHO مونوجراف، وازاي ادور جوايا على الحاجات اللي انا محتاجها. بعد كده هنعمل بحث ازاي انا اظبط البحث بتاعي واعمله فورماتنج. برضو هنعرف ازاي ان انا اعمل احط ريفرنس في الاخر واعمل سايتيشن للحاجات اللي انا اخدتها والمواقع اللي انا اخدت منها، أو البيبرز أو الكتب أو المواقع اللي أنا اشتغلت منها. وهنمشي خطوة بخطوة عشان إن شاء الله في الآخر نطلع بحث فيه كل الكرايتيريا اللي مطلوبة، وإن شاء الله بإذن الله ناخد فيه يعني الفول مارك. ما حدش فينا هينقص خالص لمجرد إن هو مش عارف إيه التولز وإيه الكرايتيريا اللي هو المفروض يمشي عليها. تمام، أتمنى إن شاء الله إن أنتوا تكونوا استفدتوا، وإن الفيديو ده يبقى جايد لينا إن شاء الله إن إحنا نعرف نعمل سيرش كويس بإذن الله. سلام عليكم. وهذه يخلص.